مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الرسالة اليومية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، حيث نسمو في جنان القرآن ونحلق في آفاق وسماوات الكتاب المحفوظ. مشاهدينا الأعزاء، لنتشارك اللحظة. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أشكر حكومة دبي على إقامة هذه المسابقة، وجزاهم الله عنا خير الجزاء في حسن الاستقبال وحسن الترتيب. والحمد لله، كانت المسابقة هذه السنة قوية جدا، ومن فضل الله علي أني أديت الاختبار على ما يرام، اللهم لك الحمد. ومن فوائد هذه المسابقات، وإن لم يفز الطالب فيها، أنها تسقل المواهب، فالطالب إذا شارك في هذه المسابقة لا يرجع خائبا، إنما تفتح له آفاقا من التميز والإبداع وإلى التطور في حسن الأداء وحسن التلاوة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. مثل هذه المسابقات أو المشاركات في تحفيظ القرآن الكريم يعتبر من أفضل المسابقات، ناهيك عن المسابقات في الرياضات وغيرها. وطبعا هذه المسابقة جميلة بكل ما تعنيه الكلمة، وأشكر كل الداعمين والمنسقين لهذه المسابقة، أسأل الله عز وجل أن يجعل مثواهم الجنة. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. تشكر اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم رعاة هذه الليلة، وهم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومجموعة حنبل الشافعي المدني. كما قدمت الجائزة درعا لسفارة الجمهورية الإندونيسية، وتسلم الدرع سعادة السفير حسين باقيس. وقدمت الجائزة درعا للقنصلية العامة للجمهورية اليمنية، وتسلم الدرع سعادة السفير محمد صالح القطيش القنصل العام للجمهورية اليمنية بدبي والإمارات الشمالية. كما قدمت الجائزة درعا للقنصلية العامة لأذربيجان، وقدمت درعا آخر للقنصلية العامة لجمهورية بنغلاديش، وتسلم الدرع سعادة المستشار ذاكر حسين. وقدمت الجائزة درعا للإدارة العامة للدفاع المدني، تسلم الدرع الأستاذة زينة هاشم الحديدي رئيس قسم التوعية والمطبوعات بالإدارة العامة للدفاع المدني. وقدمت الجائزة هدية تذكارية للمصور وحيد حمود سيف من شبكة قنوات دبي، حيث رأت اللجنة المنظمة تكريمه لعمله الدؤوب واجتهاده المتواصل. وتم تقديم هدية تذكارية للسيد جمال خلف، وذلك لحرصه على حضور فعاليات الجائزة من الدورة الأولى بلا انقطاع. بهذه المناسبة نشكر القائمين على هذه الجائزة،
اهتمامهم المتواصل لديمومتها. ونخص بالذكر الراعي الرئيسي لهذه المسابقة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، وكذلك المستشار إبراهيم أبو ملحة الذي لم يتوانى في الاستمرار بالإشراف على هذه على لجنة المسابقة ومحاولة تطويرها. نشكرهم جميعا ونسأل الله أن يجزيهم كل خير على اهتمامهم بهذه المسابقة. This type of practice, this type of event will uplift our Muslim Ummah. It is our proud. Holy Quran is our guideline for Muslims and also mankind. So we should follow the Holy Quran, and such type of occasions will enrich us and will go forward. This international competition for the Holy Quran for the 21st session, I think, is very, very excellent. Excellent not only regarding the participant, but also the organizer, the technology, information, and the participants, so many today. And then what we are facing now, not only competition among the Muslim countries, but also from Europe, from America, is very interesting. في هذه المناسبة الجميلة وفي الدورة 21 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، لا يسعني إلا أن أهنئ فريق العمل وأبارك لهم هذه الجهود العظيمة في خدمة كتاب الله تعالى. ونحن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ندعم فعاليات هذه الجائزة ونحرص على الحضور سنويا، وندعو الله سبحانه وتعالى في بالتوفيق والسداد لجميع العاملين عليها. وشكرا. الحمد لله الذي هدانا آمين، سبحانه من خالق سبحانه آمين، بفضله علمنا القرآن كذا. هي الأجواء الإيمانية والروح السائدة في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. مشاهدينا الأعزاء، نلقاكم غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.